اليوم الوطني للمستهلك في شراكة بين الوزارة وجمعيات حماية المستهلك. هذا اليوم عنده طبعة أساسية بحيث أن ما جيناش غير نقويو حماية المستهلك، ولكن الحركة الاستهلاكية بغات تلعب دور أساسي من أجل التغلب على الرهان الكبير اللي كتواجهه بلادنا هو ندرة المياه واستهلاك معقلان ديال هاد المادة الحيوية. هو موضوع اليوم، هو الموضوع اللي اخترته الحركات الاستهلاكية باش تساهم دورها من أجل تقوية حصانة البلاد، من أجل تقوية تحسيس المستهلك المواطنات والمواطنين لاستعمال معقلان ديال هاد المادة الحيوية. كما كتعرفوا احنا كنعرفوا السنة السادسة على التوالي ديال الجفاف في بلادنا، وكحركة مسؤولة كشراكة بين القطاع الجمعوي والقطاع الحكومي مسؤول، بغات تساهم الحركة الاستهلاكية لهذا الاحتفاظ على هاد المادة الحيوية اللي هي الماء. هاد السنة هذه هاد الإشكال اللي كيعيشوه المغاربة ككل، وهو إشكال كنظن كيهمنا كمستهلكين في الدرجة الأولى، وهو الندرة ديال المياه. وبالتالي فالجمعيات ديال حماية المستهلك كافة والجامعات كذلك هي خدات على العاتق ديالها، ومنذ سنة 2024 وخصوصا الجامعة الوطنية لجمعية المستهلك منذ البداية ديال 2024 قامت بحملات توعوية وتحسيسية للمستهلك باش يمكن ليه أنه يقوم بمبادرات شخصية ديالو باش يحاول يحتفظ على المياه، وكذلك يحاول كذلك ما أمكن أن يحافظ على هاد المادة هذه ويتعامل مع إلى صح التعبير مع هاد القلة أو الندرة ديال المياه. وهذا كيدخل كذلك في إطار الاستهلاك المعقلن أو لا الاستهلاك اللي هو يمكننا أننا كمستهلكين نوفروا هذه المادة هذه. كنعرفوا بأنه المغرب ولا المغاربة كيستهلكوا تقريبا واحد 90% من الموارد المائية اللي عندنا في البلاد، واللي هي كتقسم بين تقريبا 7% بالنسبة للمدن وبين 1.5% بالنسبة للبوادي. واللي كنحثوا عليه هو اننا كحركه استهلاكيه اننا نحاولوا نقتصدوا، حيت الا اقتصدنا غير على الاقل 50% من هذه الماده هذه، فهاد 50% غادي تمكننا اننا يكون عندنا هذه الماده للاستهلاك في السنه المقبله ان شاء الله. اذا هذا هو الهدف ديالنا. وكذلك ما نساوش بانه ملي كنتكلموا على الماء او على عقلانه استهلاك المياه، فكنعرفوا بانه هذه المياه هذه اللي كنستهلكوا ماشي هي المياه كلها اللي كنشريو ماشي هي اللي كنستهلكوا. فبالتالي حنا اللي كنطلبوه هو اننا هذيك المياه اللي هي كنخليوها تمشي في المصارف في ليزيغو، اننا نحاولوا ما نخليوهاش تمشي. ففي الوقت اللي انايا كنكون مثلا كنحك سناني ونخلي الماء دايز، فهذاك الماء خاصني نقتصد عليه. إذن نحاول ما امكن انني هذاك الماء ما نخليهش محلول، ونستغل هذاك الماء لحوايج اخرين. الا كنت كندوج مثلا بواحد 100 لتر ديال الماء، لانني انا في الوقت اللي كندير الشامبوان ولا كندير الصابون وكنخلي الماء مطلوق، فكنظن بانه الا وفرت الماء، الا سديت هذاك الروبيني كنوفروا هذه المياه هذه. وهذا هو اللي مهم في هذه الفكره، وهذا هو اللي مهم اللي خاصنا نوصلوا للمستهلكين. راه ماشي الماء اللي كنستهلكوه هو اللي خاصنا نقتصدوه، ولكن الماء اللي كنضيعوه هو اللي خاصنا نقتصدوه. اليوم بمقر وزاره الصناعه والتجاره نعيش لحظة مهمة من تاريخ الحركة الاستهلاكية، ألا وهي حضور اثنان ديال الوزراء، منهم وزير التجارة والصناعة ووزير التجهيز والماء لرئاسة هذه التظاهرة
التي نحتفي بها حقوق المستهلك، اللي غالبا كنا نحتفي بها 15 مارس من كل سنة، ولكن نظرا لتزامن هذا التاريخ مع شهر رمضان أرسأت الوزارة بمعية المجتمع المدني باش نقوموا بهذا الاحتفال بهذا اليوم. فبالطبع بأن هذا الاحتفاء له أهمية خاصة نظرا لاختيار الشعار، وهذا الشعار هو المستهلك والماء، علاقة المستهلك والماء، نظرا لأهمية الموضوع الذي يحظى بعناية لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. فعلينا نحن كمجتمع مدني وكمستهلكين أن ننخرط في الخطوط العريضة التي نادى بها صاحب جلالة، ألا وهو الاحتفاظ عن الثروة المائية الذي أصبح مع الأسف الطقس وأصبحت المياه أو الأمطار لا تكفي لاحتياجاتنا اليومية أو للإنتاجية. فالطبع هناك الفلاحة، هناك الصناعة والسياحة كذلك، ولكن أهمية كبيرة يستهلكها المستهلك. وعندما نتكلم عن استهلاك الماء نبدأ بأن باش الحضور في الأذهان ديالنا وهو تلوث الماء، بأن مرتبط استهلاك الماء وتلوث الماء فهما وجهان لعملة واحدة.